هاي جايز، اليوم رجعت لكم فيديو جديد. قبل ما ابدا هذا الفيديو لا تنسوا تحطوا لايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس لحتى يصلكم كل جديد من قناتي ريم كتابه. اليوم بهذا الفيديو رح نلعب لعبه بيكا اكس تي. يا جماعه قبل ما ابدا واحكي بالفيديو، اختي ميسون نزلت فيديو جديد على قناتها، فروحوا شوفوا قناتها وشوفوا الفيديو الجديد اللي نزلته وحطوا لها لايك. فاوكي يا جماعه، اليوم جبت لكم فيديو فيه ثلاث صور جديده عن التحديث الجديد مسرب هاي الصور، فكتير بتحس اني اورجيكم اياها. وإذا بدكم تسألوني ريم متى موعد التحديث، فيا جماعة عن جد ما بعرف متى الموعد، لسا شركة بيك اكس تي ما نزلت ولا بأي مكان متى موعد التحديث. فإذا نزل الشركة دغري رح أحكيكم متى موعد التحديث. هلا خليكم مع أول صورة. هي أول صورة يا جماعة، ما بعرف هيك الشعر كثير شكله غريب، حسيته بيشبه الشعر الأنمي الموجود بالأنميات، بس يعني من هون قدام هيك مو حلو، بس من ورا كثير حلو. والملابس هدول هنن بلوزة مع تنورة وهيك حذاء مثل هاد. لسه بالصورة النهائية رح أورجيكم البدلة كاملة، يعني كثير حلوة. هدول هدية كمان يا جماعة، والكفوف هدول حسيت إنه الشعر الأنمي، وحسيت البلوزة والتنورة هدول مصريين قدماء الفراعنة، كانوا ملابسهم كثير حلوة مثل هيك. ما بعرف ليش هيك شبهتهم، ما بعرف انتوا شو شبهتوها، فاكتبوا لي تحت بالتعليقات. الشعر مو كثير حلو بس الأواعي كثير حلوة الملابس. الصورة الثانية هي شعر أزرق وأسود هيك، ما بعرف هي شو هي، لعينه كأنه نظارة أو هيك شيء، والسماعة هي. وكمان متى ما انكم شايفين هون في الشنطة الجديدة كثير حلوة كمان، شكل مثل بوصلة، ما بعرف هيك شكلها. يمكن هذا التحديث يكون عن التاريخ المصري او هيك شيء، ما بعرف، يا ريت تسوي هيك شيء عن العرب او هيك. وهو كمان الحذاء هذا، ما بعرف اذا لبس الحذاء هذاك، يب نفس الحذاء اللي كانت لابسه البنت من شوي. وهي البلوزة كمان والبنطلون. هذا الوجه موجود بلعبة بيك اكس تي اصلا، انه بس اللي اضافوه البلوزة والشنطة والشعر هذا. الصورة الاخيرة اللي كتير حلوة هي يا جماعة، هاي الصورة كاملة عن ملابس هاي البنت. نزلت لكم اول مرة تقريبا فيديو بحكيكم فيه شوفوا في تحديث جديد لعبة بيك اكس تي. شوفوا يا جماعة في ايه معاها، جاي اجنحة كتير حلوة، والملابس هدول، وهي الاحذية غرن الاحذية هدوك، فاظن انه هي بدلة، ورح يكون لهي البدلة في طاقة، يعني مثل طاقة الادمن نيم دا والادمن وبدلة الطيران وبدلة السرعة مثل هيك، فما بعرف يا جماعة. وطبعا يا جماعة بس لهم بيكون خلص الفيديو تبعنا، بتمنى انه عجبكم، لا تنسوا لايك شير سبسكرايب، وعيد مبارك للكل، وعساكم منعودة، وبس بشوفكم فيديو جديد، سلام.